6516 معلما ومعلمة في العاصمة ولواء الرمثة الجرعة الأولى من المطعوم المضاد لفيروس كورونا منذ انطلاق حملة وزارة التربية والتعليم لتطعيم المعلمين بالتعاون مع وزارة الصحة وخلية إدارة الأزمة يوم الثلاثاء الماضي استعدادا لعودة آمنة للمدارس في العام الدراسي المقبل. وزارة التربية بيّنت أن حملة التطعيم ستتواصل يوم غد في العاصمة عمان في مراكز التطعيم المعلنة، وأشارت إلى أن الحملة ستتواصل بعد عطلة عيد الفطر في العاصمة عمان، فيما يتوقع أن تنطلق في بقية محافظات المملكة في 17 من الشهر الحالي. وفي العقبة خصص مركز لتطعيم المعلمين والمعلمات، حيث تلقى المطعوم من خلاله 600 معلم ومعلمة. جهز هذا المكان بكافة الأدوات الخاصة بإعطاء اللقاح. عدد الأشخاص اللي تلقوا المطاعيم هم 600 شخص، معظمهم من أعضاء الهيئة التدريسية، استجابة لنداء جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه في إعطاء المطاعيم بالدرجة الأولى للقطاع التربوي.